الحلقة اللي فاتت الشباب اتنافسوا وخمسة بس اتأهلوا المرحلة النهائية. نقول مبروك لعايدة روس وعبد المجيد من المملكة العربية السعودية، إلي ومحمد من لبنان، ومراد من فلسطين. والليلة دي هي آخر حلقة من المرحلة الثالثة في سوبر ستار. مساء الخير. الحياة فرص، والفرصة لما تجيلك لازم تاخدها، لأنه مش كل يوم الواحد بيجيله فرصة، خاصة إذا كانت فرصة أخيرة. وائل أخذ فرصته بالبرنامج كمشترك وعمل كليبين كتير حلوين، ومش بس هيك، هلأ عم يرجع ياخد فرصته بتقديم برنامج سوبر ستار معي بكل تواضع. التواضع واضح عليك يا مجد. خلينا في المهم، وعايز أقول مبروك لمحمد، إلي، عايدة روس، عبد المجيد، ومراد اللي تأهلوا للمرحلة النهائية اللي وصل لها 10 أشخاص، خمس بنات وخمس شباب. والتسع مشتركين يلي ما توفقوا معنا بالحلقتين يلي مرقوا رح يتنافسوا الليلة، وبس اثنين منهم رح يوصلوا للمرحلة النهائية. انتوا رح بتقرروا مين هن، صوتوا للمشترك المفضل لإلكم. عايز أفكركم إنه السنة اللي فاتت اللي فاز بلقب سوبر ستار مروان علي من تونس وصل للمرحلة النهائية من خلال الحلقة دي، الفرصة الأخيرة. عشان كده تصويتكم مهم، لأنه ممكن اللي تنقذوه بتصويتكم يحمل اللقب أو ما يحملوش، ما حدش يعرف. وهون بدي رحب وقول مساء الخير للجنة الكريمة الموجودة معنا. مساء الخير للأستاذ بسام بدور وفرقته. والحضور الموجود معنا بالاستوديو، أهلا وسهلا فيكم. تسع مشتركين رح يتنافسوا الليلة، خلونا نتذكرهم سوا بهالريبورتاج. شوية نشاطات للمشتركين عشان يخففوا الضغط عنهم ويغنوا أحسن. بعد الكارتينج عملوا شوية شوبينج في المونوبري وطلعوا يعملوا باربيكيو. الكل كان مبسوط، وإذا كان عباس بيعيط دوت عشان البصل. حسام قرر يفرم بالسكين ويا ريته ما فرم. بالهنا والشفاء. بعد الرقص والجو الحلو هنبدأ الجد، ومع انه صابرين العيش قررت تنسحب من البرنامج علشان مش قد المنافسة. قررت لين ما نكملش، خاطر حس بروحي انه سيء، معناتها راضية بالمستوى اللي وصلت له هوني، وراضية باللي عشته مع البنات. تعالوا نشوف المشتركين اللي ما حالفهمش الحظ النهاردة في حلقة الفرصة الأخيرة. حسام ترشيشي من لبنان، عبد الله البلوشي من البحرين، براء محسن من الأردن، محمد دحلاب من تونس، عمرو جلبط من مصر، نسرين الدريدي من تونس، إياد محمد من الأردن، عباس علي من العراق، وشيماء جاد من مصر. أول مشترك هيغني لنا النهارده هو حسام ترشيشي من لبنان. قبل ما اطلع على لغني كنت كتير خايف. عيدك يا فرح الآيات برق سيوف وزيني. رأي لجنة كانت منيحة عني، كلهم حكوا منيح، بس في أستاذ ياسر حباني على صوتك حلو، بتقول العالم إن صوتك حلو، بس اختيار الغنية كان مش بوقتها. صوتك حلو بس ممكن كانت تغني أغنية أكتر تشغل لك صوتك. أستاذ زياد بطرس بسطت كثير بكلامه وقال صوتك كثير مميز، يقبرني الله. نهار خميس نحن ناطرين نتيجة، قاعدين أعصابنا مرعوبين بدنا نشوف شو طلع منا. فجأة ما مشي الحال، خسرت.
حسيت حالي بحلم يعني، بس طلعت بحقيقة. أنا بوعدكم حغني الأغاني اللي أنتم كمان بدكم إياهم واللي بتحبون اللي بتريحكم، وحقدين بأفضل شيء ممكن أغني على المسرح لعيونكم. صوتوا لي. حسام هتغني لنا ايه النهارده؟ وحياتك يا حبيبي لسيد مكاوي. سيد مكاوي، هنسمع حسام طرشيشي سقفك. يلا اتفضل. عمري هوانا بيجري بيجري، شوف راح منه كام ساعة، عشق ومحبة شهر بعد وخصام. عمري هوانا بيجري بيجري، شوف راح منه كام ساعة، عشق ومحبة شهر بعد وخصام. يبقى الحب تايه مش عارف احنا فين، زي المركب ما تبقى محتار بين شطين. يبقى الحب تايه مش عارف احنا فين، زي المركب ما تبقى محتار بين شطين. ولكن لامتى يا عيوني امتى نبقى حبايب ومش حبايب؟ لحد امتى وارجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك، عشان المركب تقدر تمشي بيا وبجنان؟ رجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك، عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك. ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك. خلي شوية عليا وخلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليا وشوية عليك. حسام، حسام طرشيشي، حسام بعدك ذاتك انت من هديك المره؟ لانه مغير كثير حلو، عم تغني كثير حلو، وانت اول واحد يعني، وبعرف خوفك، بس تغيرنا، تغيرت بالنسبه ما بعرف للاخوان، بس انا شفتك عم تغني هيدي الاشياء اللي طلبتها منك. برافو عليك، الاغنيه كثير رايحه على صوتك. شكرا. حسام انا توقعت انك تكسب، يمكن عشان كان في معك اثنين لبنانيين فخذلك التصويت شويه، بس انت ما راح اكثر كلام ولا راح اتوه المشاهدين، انا من الاساس كنت متوقعك من الحلقه اللي فاتت انك تكون موجود، فان شاء الله تكون هذه المره معانا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. حسام انت يمكن الناس تنقذ من حكي يعني، بس انت مثل الوحش اللي رابطينه هلا بهالغنيه، عرفت كيف؟ انه انت اصلا معودنا على الاغاني الجبليه والاغاني اللي فيها صخب شويه، الاغاني اللبنانيه اللي فيها قوه، هلا حسيتك حتى بحركه جسمك مربط، عرفت كيف؟ لانه الاغنيه ما عندها هالطاقه يعني. اكيد الاغنيه كثير حلوه هي اللي عم تغنيها انت، بس هي اغنيه طربيه وناعمه وشفافه، بقى انت بدك تنفعل مش قادر تنفعل. كنت بتمنى يعني كاخر فرصه تغني اللون اللي انت نجحت فيه اساسا اللي هو اللون القوي. الله يوفق. شكرا. حسام انت على طول بتعجبني، وانا من الناس اللي برضو رشحتك المره اللي فاتت. المره دي انا كنت متخيله ان انت اسأت الاختيار في الاغنيه وخاصه الطبقه، اوكي؟ بس فهمت انت استخدمت الطبقه دي ليه؟ علشان تطلع الاوكتاف وتقفل القفله اللمعه دي، فده يحسب ليك وده ذكاء منك مش تقصير. ربنا معاك. شكرا. برافو حسام. حسام الاسبوع الماضي اخترت اللون الجبلي،
هذا الاسبوع اخترت اغنيه لسيد مكاوي. صح. تعتبر انه هالتغيير رح بيجيب لك اصوات اكثر من الجمهور؟ ان شاء الله يا رب. انا غيرت اللون كليا، كمان الاستاذ الياس رحباني طلب مني. ان شاء الله يكون عجبت العالم و ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله لعيونك يصوتوا لك يا حسام. ان شاء الله. بدي اقول بس شغله صغيره. تفضل. انا بدي اشكر كل اللي صوت لي، اللي ما صوت لي بقول لهم صوتوا لي لاني بحب كل العالم، ما لمصلحه يعني. بدي اشكر ضيعتي سعد نايل بالبقاع اللي صوت لي. اوكي. ان شاء الله كل العالم يصوتوا لك يا حسام. المشترك الثاني معنا الليله هو عبد الله البلوشي من البحرين.